المرأة طبعا هي نصف المجتمع وهي النصف الأكبر، والحقيقة هي الأخت والأم والزوجة والحبيبة والمخترعة. اليوم الحقيقة لقائنا غير مع الدكتورة طبيبة الأسنان فاطمة مظفر، وهي ابنة المخترع الكبير الدكتور مظفر الحقيقة، ولديها براءات اختراع عدد 2 راح تتكلم لنا عنها. بابا تكلمي لنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الدكتورة فاطمة مظفر داود، بنت المخترع العراقي الواسطي الدكتور مظفر داود سلمان. أنا مرحلة 5 طب أسنان، وعندي براءات اختراع بغير مجال تخصصي، هواية كسبتها من والدي. بالبداية راح أحكي عن براءة الاختراع اللي تخص كرة العراق الذكية. هذه الكرة الاختراع حصلنا على براءة اختراع كرة القدم. هل تصلح لكل الكرات؟ يعني نعم. فكرة هاي الكرة انه عام 1984 حدثت ملامسة لليد، فمن انتبهوا لها بالضبط بس كان احلى جول الحقيقة. اي بالضبط. اي عام 1984 جتنا هاي الفكرة اللي تخص كرة العراق الذكية، بها متحسس ترسل إشارة صفارة الحكم عند حدوث ملامسة لليد. هذا الاختراع الأول، طبعا مشاركة مع والدي الدكتور مظفر داود ووالدتي الدكتورة ميسو. انه تكون العائلة كلها مخترعين. الله يحفظك دكتور. البنت وهي طبيبة أسنان. الله يحفظك، تسلم، شكرا جزيلا. كانت بين انجلترا والارجنتين بالضبط، مارادونا سجل جولين. اي عام بال 84 والحكم كان مصري الحقيقه. بالضبط. هاي براءة الاختراع الاولى. براءة الاختراع الثانية. براءة الاختراع الثانية اللي تخص جهاز التنبيه من الصعقات الكهربائية. من الصعقات الكهربائية. نعم. هذا البراءة او الفكرة اللي اجتنا عام 2019-2020، شفنا اطفال مدارس يعني امطار وفيضانات عرضوا صعقة كهربائية بالانتريك. بالضبط. اللي من تنغم يصير بالماء واكو اي ليك فوق. بالضبط. راح الماء يكون نعم. فهذا الجهاز يوضع يعني على الانتريك مثل ما نسميه، يحمي من الصعقات الكهربائية. الرابط يكون مالته بدون يعني لا واير ولا اي شيء، مجرد يوضع به متحسسات. هاي المتحسسات وين توضع؟ بأي مكان؟ ما نتخصص كهرباء. داخل، هو فكرة الجهاز داخل سنسرات داخل الجهاز. نعم. ترسل ينطي إشارات، يعني من تصير صعقة أو تصير بهذا الأنتريك مثل ما نسميه أو تيل، للجهات المعنية، يعني إشارات لاسلكية. نعم للجهات المعنية. وعندنا طبعا براءات اختراع مجالات متعددة. سلام خاص لمخترعنا الكبير الدكتور مظفر داود سلمان. الله يحفظك دكتور. الله يحفظك. سلام وتحياتي. الله يحفظك. شرفنا. نشكرك دكتور. شكرا جزيلا. احنا سعيدين جدا بانه نلقى المخترعه العراقيه الحقيقه وقبل يومين عيد المراه، وشيء رائع في هذا الوقت. شكرا جزيلا، بارك الله بك. اذا مع براءه اختراع من العنصر النسوي اللي يمثل اكثر من نصف المجتمع، والمخترعة العراقية الحقيقة بدت حاليا تاخذ دور كلش كبير في المجتمع. الشيء الجميل انه اكثر من 20% من البراءات الاختراع المشاركة في هذا المؤتمر هي من العنصر النسوي، واللي نفتخر به جدا. شكرا جزيلا.